السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب بريب 2، ورجعنا لكم فيديو جديد من قناتنا دكتور ساين صفاء. أتمنى لأول مرة تشوفوا القناة الاشتراك معانا في القناة ونعمل لايك على الفيديو، لو ليكوا أي كومنت اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. الجزء الثالث من Lesson 1 Unit 2، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن Modern Periodic Table، الجدول الدوري الحديث. فيديو نمبر 1 اتكلمنا فيه عن الجدول بتاع مندليف، وقلنا ان هو قسم فيه العناصر حسب الاتوميك ويت، الوزن الذري. فيديو نمبر 2 اتكلمنا فيه عن موزلي، وقلنا ان هو قسم فيه العناصر حسب الاتوميك نمبر. طيب يا ترى بقى الجدول الدوري الحديث قسموا فيه العناصر حسب كلام مين فيهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. The recent studies led to identification of the accurate composition of the الدراسات الحديثة أدت للمعرفة الصحيحة لمكونات الأتوم الذرة. Where the Danish scientist Bohr، كان في عالم دنماركي اسمه بور، discovered the main energy levels، ده العالم بور اكتشف مستويات الطاقة الأساسية main energy levels of the atom as shown in the following figure، زي ما احنا شايفين في الرسمة دي، ده اللي انتوا درستوه في بريب 1. خدنا ان في main energy level وقلنا ان هما 7 energy level، سمينا number 1 باسم K، وبعدين L M N O B Q 1 2 3 4 5 6 7. مين اللي اكتشف لنا مستويات الطاقة الأساسية؟ هو العالم بور، اكتشف الحتة دي وتوكل على الله ومات. يبقى الاكتشاف بتاع بور اكتشف مين انرجي ليفل، اللي هم السيفن انرجي ليفل اللي احنا عرفناهم، ان الاتوم بتتكون من نيوكليوس بيكون فيها بروتون ونيوترون، وبيدور حوالين منها الكترونات، الالكترونات بتدور في مستويات من مستويات الطاقة. and their number reaches 7 in the heaviest known atom till now. طيب scientists discovered that each main energy level consists of a definite number of other level known as energy sub level. العلماء اكتشفوا بعد كده ان كل مستوى من مستويات الطاقة ده بيحتوي على مستوى طاقة تحت منه، يبقى في energy level وفي energy sub level، يعني مستوى تحت المستوى الاساسي، يبقى الاساسي level اللي تحت منه اسمه sub level. تمام، ده اللي العلماء اكتشفوه. يعني مثلا احنا عندنا هنا 7 مستويات طاقة اساسية K L M N O B Q. السب ليفل اللي العلماء اكتشفوها، اكتشفوا ان المستوى الاولاني اللي اسمه K فيه سب ليفل باسم S، سموه S حسب العدد ده بقى. ده first energy level فهو فيه 1 سب ليفل، ده second energy level ففي 2 sub level، في S وفي مستوى طاقة تاني sub level اسمه B، S و B. طيب ال M third energy level، فالعلماء اكتشفوا ان في 3 sub level، في S وفي B وفي D. طيب ال N the fourth energy level، فالعلماء اكتشفوا ان في 4 sub level اللي سموهم S و B و D و F، 4 sub level. يبقى دلوقتي نقول كمان عشان التكرار بيعلم الشطار، العالم الدنماركي بور هو اللي اكتشف مين انرجي ليفل، مستويات الطاقة الأساسية 7 اللي احنا خدناهم في بريب 1 from 1 to 7، ادينا لهم سيمبل K L M N O B Q. جم بعد كده قلنا هو توكل على الله بعد ما اكتشف الاكتشافات ده. العلماء كملوا وجدوا ان مستويات الطاقة الأساسية في تحت منها مستويات طاقة فرعية اسمها انرجي سب ليفل، وجدوا ان المستوى الأول الفيرست بيكون فيه 1 سب ليفل، السكند بيكون فيه 2 سب ليفل سموهم S و B، الثيرد بيكون فيه 3 سب ليفل S و B و D، الفورث فيه 4 سب ليفل S B D F. طيب
accordingly بناء على ذلك ايه اللي حصل بقى؟ The element were reclassified يعني اعادوا تقسيمها in a new table في جدول جديد سموه modern periodic table. modern periodic table الجدول الدوري الحديث هو ده اللي هتمشي عليه ان شاء الله لحد ثانوية عام. طب يا ترى الجدول الدوري الحديث مشي تبع كلام مين بقى؟ مشي تبع كلام مندليف اللي قالك ده احنا بنقسم العناصر في الجدول حسب الاتوميك ويت، ولا مشي تبع موزلي اللي عرف عن طريق الاشعة السينية ان نقسم العناصر تبع الاتوميك نمبر؟ ده اللي هنعرف. In which the elements are classified in an ascending order قسمناهم بترتيب تصاعدي من الصغير للكبير حسب مين بقى؟ حسب their atomic number يعني هم خدوا كلام موزلي، خدوا كلام موزلي ان قسموا العناصر حسب الاتوميك نمبر بس كده؟ لا، وحسب حاجة جديدة بقى، ما احنا ما ننساش ان في عم بور ده الله يرحمه اكتشف لنا مستويات الطاقة الاساسية من انرجي ليفل، والعلماء كملوا اكتشفوا ان في مستويات طاقة فرعية اللي هي SPDF. طب احنا دلوقتي هنعمل جدول الدوري الحديث والناس اللي ماتت دي هنسيب اعمالهم؟ لا طبعا، يبقى هم قسموا الجدول الدوري الحديث حسب الاتوميك نمبر وحسب the way of filling their energy sub levels with electron، حسب طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية اللي هي sub level with electron. ده اللي انتوا هتمشوا عليه ان شاء الله في الثانوية العامة. يبقى نقول كمان، التكرار بيعلم الشطار. المودرن بريوديك تيبل قسموا العناصر ascendingly من الصغير للكبير حسب كلام عم موزلي الاتوميك نمبر وحسب الاختراع الجديد اللي اكتشفه لنا بور والعلماء كملوا عليه اللي هي way of filling their energy sub level with electrons. طيب هنعمل enrichment information يعني زود معلوماتك. the main energy each mean energy level consists of a number of energy sub level equal to its number. ده الكلام اللي انا لسه قايلاه، يعني المين ليفل اللي هم ال K L M N O ده first energy level اللي هو K، في واحد sub level اسمه S، ده second energy level اللي هو ال L، في two sub level اسمه B، third energy level اللي هو ال M، في 3 sub level S B D، ال 4th energy level اللي هو ال N، في 4 sub level S B D F. ده اللي قلت لكم ان شاء الله هكملوا عليه بعد كده في الثانوية العامة. بيقول لنا هنا نوت ملحوظة: The number of known element in the modern periodic table till now is 180. يبقى عدد العناصر اللي هم اكتشفوها لحد دلوقتي 118 عنصر. لازم تحفظه، خلي بالك المندليف كان اكتشف 67 عنصر، العلماء قعدوا يكتشفوا يكتشفوا يكتشفوا. في عناصر بتكون مخلقة، في عناصر طبيعية موجودة في الطبيعة، في عناصر ارتفيشيال مصنعة. فالجدول الدوري الحديث وقف لحد 118 عنصر 118 element، وفي 92 عنصر يعتبر موجودين في الارث كراست في القشرة الارضية، والباقيين prepared artificially يعني بيكونوا مصنعين في المعامل. يبقى 118 في منهم 92 دول موجودين طبيعي في القشرة الارضية 92. طب بقية 118 يا ميس؟ لا، دول مصنعين. مصنعين ايه؟ في المعمل، صناعي صناعي اهي صناعي. يبقى أهم حاجة الجدول الدوري قسم العناصر لحد ما وصل ل 118 عنصر. Enrichment information: The recently discovered elements don't exist in nature but they are prepared artificially from other elements. يعني العناصر الجديدة اللي أضافوها للجدول الدوري لحد ما بقى 118 عنصر ما هماش موجودين في الطبيعة، اللي موجودين في الطبيعة بس ال 92، الباقيين هم صنعوهم من عناصر تانية في المعامل. They are radioactive elements، في عناصر طبعا منهم بتكون radioactive. radioactive يعني مشعة أو معناها نشطة إشعاعيا، كلمة radioactive نشط إشعاعي. Where nuclei disintegrate in less than second، النواة بتاعتها بيحصل لها إضمحلال
في اقل من الثانيه. يعني ايه اضمحلال؟ يعني هي عندها نشاط اشعاعي، عندها نيوترون زياده، فبتبدا ان هي تفقد الطاقه العاليه اللي موجوده فيها دي على هيئه اشعاع عشان توصل لحاله الثبات. فكل ما يمر عليها ثواني من الوقت تبدا ان هي تضمحل عشان تثبت. في النهاية احنا هنعمل كومباريزون ما بين التلات علماء او 3 periodic table. بيقول لك هنا the scientific principle of element classification، يعني المبدأ العلمي الاساسي لتقسيم العناصر كان تبع عم مندليف periodic table اللي هو طلع غلط بعد كده، وبعدين موزلي اللي جه بعد منه، وبعدين modern periodic table اللي اعتمدوا على كلام العالم بور الله يرحمه بتاع مستويات الطاقة. التلاتة اشتركوا في ايه؟ التلاتة اشتركوا ان elements are classified in an ascending order. يبقى اشتركوا في حتة ال ascending order، ان الـ العناصر بتزيد من اليسار لليمين بشكل تصاعدي من الصغير للكبير. يبقى التلاتة اشتركوا في الجزئية دي ال ascending order. طيب مندليف اعتمد على ال atomic weight، اعتمد على ال atomic weight. اما قلنا الكربون بيكون تحت في 6 وفوق في 12، فمندليف اعتمد على الاتوميك ويت اللي هو الرقم الكبير اللي موجود فوق. ده مين؟ ده مندليف. جه عم موزلي قال لك لا، كلام مندليف غلط، كلام مندليف غلط. اعتمدنا على ايه؟ اعتمدنا على الاتوميك نمبر، فالكربون مثلا 6 و12، احنا ملناش دعوه برقم 12 دي خالص، ملناش دعوه بالويت بتاعه، احنا بنعتمد على الاتوميك نمبر اللي هو الرقم اللي. يبقى موزلي قال لك ان احنا لا، كلام مندليف غلط، احنا بنعتمد على الاتوميك نمبر، انا درست اكس راي والاكس راي بتقول ان احنا بنعتمد على الاتوميك نمبر اللي هو الرقم اللي موجود تحت مش اللي موجود فوق. تمام. طيب الجدول الدوري الحديث اعتمد كلام موزلي ان احنا هنمشي على الاتوميك نمبر زي ما هو قال، واعتمد كلام بور ان في مستويات طاقة، والعلماء اللي جم بعد منه قالوا في مستويات الطاقة الاساسية دي بتتقسم لمستويات طاقة فرعية، يبقى اعتمدوا على الاتوميك نمبر واعتمدوا على the way filling their energy sub levels with electron، الطريقة اللي بتميلي بيها مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونات. يبقى اعتمدوا على الاتوميك نمبر زي موزلي ما قال، واعتمد على طريقه ملء مستويات الطاقه السب ليفل ويز الكترون. كده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اتمنى بسرعه ننزل نعمل لايك على الفيديو، الاشتراك معانا في القناه، اكتبوا رايكم في الفيديوهات، لو عايزين نكمل معاكم المنهج اكتبوا لي. وهتلاقوا في صندوق الوصف جروب التليجرام، اشتركوا معانا في التليجرام، ودمتم في رعايه الله وحفظه. اللي ليه اي سؤال ليكتب لي وان شاء الله هنجاوب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.